السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير والعافية. هذا الثعبان الكبير كان في قرية السلف. ثعبان ديحد. ها؟ في منطقة ديحد. منطقة ديحد، محل العمل، محل المشروع. وين اليوم ولا الصباح قتلكم متى؟ قبل شوية. يعني العدل الآن الآن. هذا الطريق ده دمه بعربة. الله. ثعبان ولا حية؟ لا لا ثعبان. ثعبان. كبير والله، اسود داهية. هذا داهية كم بالاقفو؟ ضفدع. ها ضفدع. هي دخلكم ولا دخله؟ هذا زارد، هذا زارد يا خليل، هذا حنش زارد. تمام والله. ما الصين ياكلهم هذا احلى من السكر والله. الا والله ياكلوا هم و معاه ملك عندي حسب باب المطعم. يعني كثب كثب في بري وفي بحري. من نعم صعبين ولا الكيلو ب 100 ريال الحق عندهم. ما هو الحل اللي ب ايش